افترض علينا الصيام إصلاحا وتهذيبا لا تضييقا وتعذيبا. وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وعقيمنا ورسولنا محمد رسول الله ومصطفاه رحمة الله المهداه ونعمته المزداه والسراج المنير. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، ورضي اللهم عن آل بيتك الأطهار ومن سار على دربهم ما تعاقب الليل والنهار. نشهد أنك قد بلغت لنا الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله عز وجل الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.